والمزيد من المتابعة مشاهدينا، تنضم إلينا من بيروت الدكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية. مرحبا بك معنا دكتورة. لطالما كانت لبنان جبهة مساعدة لكنها الآن جبهة رئيسية، ما الذي جرى إذن؟ تحية لك ولجميع مشاهدي القاهرة الأخبارية. بطبيعة الحال هي تحولت اليوم إلى جبهة رئيسية، ولكن دون أن يعني ذلك حتمية أن تكون الحرب الشاملة ستنطلق من لبنان، ولكن قد يكون على النقيض تماما، وهو أن تكون هي الجبهة التي ستساعد في إطفاء هذه الحرب سواء في غزة أو في لبنان أو تجنب الحرب الشاملة. لماذا؟ لأن ما حصل من تطورات أخيرة، ولا سيما وأهمها طبعا الاغتيالين في طهران وفي الضاحية الجنوبية، رسمت مسارا جديدا للمنطقة ككل، للشرق الأوسط وللصراع الإسرائيلي الفلسطيني من جهة، وأيضا بين حزب الله وإسرائيل. لذلك اليوم قد يستغل حزب الله ما حصل ويتنازل عن الرد الذي سيكون له حصة الأسد فيه، الرد الإيراني ورد حزب الله، من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي وهو إنقاذ حماس وإنقاذ الفلسطينيين، وبالتالي وقف الحرب على غزة. وخاصة أننا نستمع اليوم إلى تسريبات ومعلومات تتحدث عن ربما صيغة باتت جاهزة إذا ما قبل بها طرفي الصراع الأساسيين وهما إسرائيل وحماس، خاصة بعد تعيين يحيى السنوار القائد الفعلي لحماس، وما لهم من دلالات كثيرة. يعني هذا الأمر هو ليس حدث يمكن التغاضي عنه في مسار الأحداث، لأنه الممسك الفعلي بالعمليات في غزة، وبالتالي قد يكون هذا الأمر هو مقدمة للتسوية التي ستحصل، وربما يكون من إحدى شروطها أن يعني تضمن إسرائيل عودتها أو عودتها إلى القتال إذا ما شعرت بأن ثمة خطر آخر سيأتي وسيكون على غرار 7 أكتوبر. هذه وجهة نظري التي ربما تتوافق مع التريث الذي تحدث عنه أمين عام حزب الله في خطابه الأخير، والذي اعتبره جزء من المعركة، لكن ربما هذا يكون هو فرصة لنزول كل الأطراف عن الشجرة، والتي لطالما بحثت هذه الأطراف عن مناسبة أو عن ظرف يمكنها استغلاله واستثماره بما فيه مصلحة ما. المصلحة اليوم هي لحماس ولحزب الله أن يتم استثمار ما حصل، وهي ضربة كبيرة جدا، واعتبرت أنها إنجاز بالنسبة لإسرائيل وانتصار بالنسبة لنتنياهو، لأنها أولا حصلت في طهران، في داخل في عمق طهران، هذا الأمر هو خرق كبير لإيران، وأيضا بالنسبة لموضوع حيثية ورمزية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وكونه في طهران، إضافة طبعا إلى الضربة الأخرى ربما التي لا تقل أهمية، وهي في الضاحية الجنوبية في بيروت، التي كان يجب أن تكون مستثناة من الرد على عملية مجدل شمس واغتيال قائد بهذه الأهمية بالنسبة لحزب الله. وبالتالي قد نكون اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها التسويات، يعني القائمة على التنازلات، وخاصة من قبل إيران وحزب الله، لأنه إذا كان نتنياهو وعقيدة نتنياهو ورغبة نتنياهو ربما بالانتقام في هذه الحرب وبما أسماها أنها الهولوكوست اليهودية، ربما نرى أن إيران وحزب الله ليسوا يعني يريدون الانتقام أو الثأر بمقدار ما هم يريدون اليوم، يعني كما فتحوا الجبهة من أجل إسناد غزة ومن أجل إيقاف الحرب على غزة، ربما اليوم يرى هذين الطرفين أن الأمور تتجه أكثر لمصلحة إيقاف الحرب لا التصعيد أكثر واستدراج إسرائيل، التي طبعا هي تريد البحث عن أي ذريعة من أجل إشعال هذه المنطقة والذهاب إلى الحرب الكبرى. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. ضيفتي من لبنان دكتورة إيمان شويخ الأكاديمية والباحثة السياسية، شكرا جزيلا.